أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطب الشرعي، والنهاردة عن الطب الشرعي القضائي. معانا وبيشرفنا في حلقتنا الليلة دكتور السيد علام، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبأسرة القناة. يا رب يخليك يا دكتور. دكتور، احنا ناخدها ونبسط بأكثر درجة ممكنة للسادة المشاهدين مفهوم الطب الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الطب الشرعي هو مصطلح مركب من الطب ومن الشرعي. نعم. عندما نتحدث عن معنى اصطلاح الطب، هو معناها العلم الذي يدرس كل ما هو متعلق بجسم الإنسان سواء كان حيا أو ميتا. نعم. هذا هو الطب. نعم. كل ما هو متعلق بجسم الإنسان حي أو ميت فهذا هو الطب. أما كلمة شرعي هو القانون الذي يربط بين العلاقة الطبية وبين أي نزاع ممكن يحدث، ولذلك بيقولوا الطب الشرعي هو العلاقة التي تحكم بجميع العلاقات الطبية وبين النصوص القانونية التي تربط هذه النواحي الطبية بالنصوص القانونية. ولذلك كلمة طب كل ما يتعلق بالإنسان. نعم. طيب إذا لما أجي أقول طب شرعي بقى كل ما يتعلق بالإنسان في شأن جريمة معينة. أو في شأن شبهة جنائية معينة. نعم. أو في شأن فعل إجرامي معين، لأن إذا لم يوجد هناك فعل إجرامي معين فلا أستطيع أن أقول طب شرعي، أقول طب، لأن أنا بلجأ للطبيب في الأمور العادية، الأمور العادية التي تحتاج لعلاج عادي ليست فيها شبهة جنائية وخلافه، فأنا برجع للطبيب العادي، الطبيب البشري، الطبيب البشري المختص بهذا الأمر حسب الاختصاص المطلوب. إنما طب شرعي إنها بلجأ له عندما يكون هناك نزاع قضائي أو نصوص قانونية هتطبق على وقعة أو جريمة جنائية معينة. الطب الشرعي له دور كبير في الوقت الحاضر، خصوصا عندما تفنن المجرمين في ارتكاب الجريمة. نعم. وأصبحوا لهم دور في تطوير الجريمة. نعم. هناك جناة متخصصين في تطوير الجريمة وفن الجريمة اللي الأدلة الإثبات فيها لا يستطيع إثباتها إلا بوسائل متعددة أو بدقة تامة. ومن ثم الطب الشرعي له مصطلحات متعددة. هناك قد يسمى طب شرعي قضائي. أنا كنت عايز أقول لحضرتك، طب ما ننقل من بعد ظروف الإثبات، عشان احنا محتاجين ظروف الإثبات. تمام. النهاردة مجالات الطب الشرعي بصفة عامة وظروف الإثبات إيه؟ تمام. الطب الشرعي بصفة عامة بيختلف من دولة لأخرى. أولا هناك طب شرعي في دولة تقول طب شرعي جنائي، في دولة تقول طب شرعي عدلي، في دولة تقول طب شرعي قانوني. هناك وكان قديما يسمى طب الأموات. الطب الأموات الشرعي. نعم. قديما كان يطلق عليه طب الأموات. نعم. معنى طب الأموات أنه كان يلجأ إلى الطب معانا، كانوا جايبين الشرعي. فيديو بيتكلم برضه عن المنطقة. هناك كان يلجأ للطب في قديما عندما تحدث وفاة معينة، فكان يتأكد أن هذه الوفاة تمت وفاة طبيعية أم أنها وفاة فيها شبهة جنائية، فكانوا يلجأوا إلى طب كان يسمى طب الأموات. يعني قديما كان يوجد طب هناك طب الأموات، بس كان يسمى طب الأموات. لما تطور وأصبح لا يقتصر على الأموات فقط، ولكن بلأ على الأحياء على الأموات وعلى الأحياء. نعم. فأصبح هناك اسمه الطب الشرعي القضائي أو الطب الشرعي القانوني. نعم. ممكن نطلق عليه طب شرعي قانوني أو ممكن نطلق عليه طب شرعي قضائي. المصطلحين يعني مفهوم الطب الشرعي بصفة عامة. نعم. في مصر العلاقة. في مصر بقى في من الدول بتأخذ مفهوم الطب القضائي، الطب الشرعي القضاء. لأن هو في النهاية الطب الشرعي الذي يطلبه أو يكلفه بعمل معين غالبا هو القضاء. سواء كانت النيابة العامة أو كان القضاء يكلفه بعمل معين في إثبات وقائع أو أدلة معينة، فبيسمى الطب الشرعي القضائي. ولا مانع من أن يسمى، لأن هناك الآراء الفقهية مختلفة في هذا الأمر. فهناك من يقول انه طب شرعي قانوني لانه هو بينظر الى نصوص قانونيه، او هو العلاقه بين الوقائع الطبيه وبين النصوص القانونيه. وهناك قال لك لا، راي ثاني قال لك انه هو طب شرعي قضائي لان هو بيتم العملي داخل المحاكم، داخل المحاكم. نعم. وداخل القضاء وداخل النصوص القضائيه هي المختصه بتكليف الطب الشرعي باتخاذ اجراءات طبيه معينه. وهنا سؤال بقى جميل قوي، من له حق التوجه او الطلب؟ يعني هل وكيل النائب العام؟ نعم. الوكيل النيابه زي ما احنا بنقول. نعم. ام القاضي ام المحامي من له حق الطلب؟ طب الرجوع يجوز سؤال وجيه للنيابه العامه وللمحكمه ولذوي الشان طلب الطب الشرعي. نعم. اذا لا يقتصر على القضاء فقط ولا يقتصر على النيابه فقط
ولا يقتصر على الخصوم فقط، ولكن لمن له مصلحة في طلب أو تكليف الطب الشرعي في إجراء واقع معينة من حقه أن يطلب. بس لو طلبوا للمحكمة، المحكمة لها السلطة وتقدير الأمر، هل الأمر يعني ذوي الشأن من حقه أن يطلب جوازي، بس ولا يطلب من يطلب من القضاء، وهنا أو يطلب من النيابة. يبقى جوازي للقاضي سلطة الملائمة بقى، القضاء والنيابة له سلطة الملائمة. تمام. هل دور الطب الشرعي هيفيده في الإثبات في الجريمة، ولا أن دوره ليس له دور وأنا عندي أدلة الإثبات واضحة ولا تحتاج إلى طب شرعي؟ طب هل اللجوء للطبيب يعني مثلا نعم. في جريمة اغتصاب نعم. هل اللجوء هنا يعني أنا كمحامي ده في أوجه دفاع أو في تفنيني تمام. بقول أنا بطلب توقيع الكشف الطبي على المجني عليه نعم. هل المقصود به هنا اللي هو الطبيب أمراض نساء نعم. وتوليد نعم. ولا مقصود به الطب الشرعي؟ الأمر إذا كانت الواقعة لا تستدعي طب شرعي فيجوز أن يكون طبيب معين تنتبه المحكمة، ولكن الأصل هو الطبيب الشرعي نعم. لأن له طرق إثبات تختلف من الطب العادي أو الطب العام والطريقة بتاعته مختلفة، لأن هم عندهم أدلة وعندهم دراسة مختلفة تماما عن الطب العادي الذي بناء عليه يثبت أن هناك جريمة ارتكبت وساعتها وتاريخها، وهل الجريمة ديت بعنصر إكراه، السلاح المستخدم، الأداة المستخدمة نعم. إذن الطب الشرعي، ولكن القضاء سلطته مطلقة في أنه يقوم بتكليف الطب الشرعي نعم. والنيابة العامة سلطتها مطلقة في تكليف الطب الشرعي، ولكن ذوي الشأن إذا طلب من النيابة العامة أو طلب من القضاء أن هو ينتدب طبيب شرعي لهذا الأمر له سلطة الملائمة أن ينتدب أو لا ينتدب. بس يا محكمة أو يا نيابة إذا رفضت من ذوي الشأن أن هو تكلفي أحد أعضاء الطب الشرعي أو أطباء الشرعيين عليك أن تذكري سبب الرفض. يعني سبب الرفض هنا مسبب. أنا كخصم أو ذوي شأن أو لي مصلحة طلبت من القضاء وقلت له يا قاضي انتدب لي طب شرعي في واقع جنائية معينة والمحكمة لا تستجيب، أنا ده طلب مني جوهري، يجب على المحكمة إذا رفضت أن تبين سبب رفضها إيه. إنما لو التزمت بالصمت ولم يرد ده يعتبر إخلال بحق الدفاع ويحق لمن له مصلحة أن يطعن على هذا الأمر، لأن ده طلب جوهري أنا بطلبه من القضاء، من الدفاع الجوهرية من الدفاع بالنسبة للدفاع الجوهرية على المحكمة، لإما أن تجبني أو لإما أن ترفض وتسبب وتقول لا داعي للطب الشرعي حيث عندنا أدلة ووقائع إثبات معينة، لأن الطب الشرعي هو إيه؟ ده طرق إثبات نعم. طرق إثبات جنائية يلجأ إليها القاضي يلجأ إليه إذا كان محتاجا إليه نعم. أما إذا لم يكن محتاجا إليه فلا يلجأ إليه، ولذلك إحنا دائما نقول لجوء القاضي لأهل الخبرة، لأن أنا بقول على الطب الشرعي ده هو مستشار القضاء نعم. أنا بقول المستشار الفني للقضاء، أنا بقول الطب الشرعي ده هو المحكم للقاضي، وإذا كان وهو الخبير لدى القاضي، ولكن إذا كان الطب الشرعي هو الخبير للقاضي أنت تعلم وأنت محامي جليل أن هو المحكمة هي الخبير الأعلى نعم. بمعنى نعم. إذا لم تقتنع بما جاء بالتقرير بالطب الشرعي عليها أن تهدمه وتنسفه. وهنا السؤال بقى نعم. دائما وأبدا وكيل النيابة بيجي في لما بنسمع حتى نشوف الواقع العملي أو في الأفلام والجانب تمام. الإعلامي ويكتب كده في مجموعة الحاجات بتاعته الطلبات بتاعته أو التعليمات بتاعته يقول إيه يتم ندب طبيب من الطب الشرعي وذلك من الطب الشرعي الواقع والأخير. هذه الجملة وهذا التقرير الناتج عن هذا التكليف من النائب العام نعم. أو من وكيل النائب العام. هل هو ملزم للقاضي ولا على سبيل الاسترشاد في سبيل تكوين القاضي اليقيني؟ عندما يكلف أحد أعضاء النيابة أو القضاء يكلف أحد الأطباء الشرعيين في أمر أو مهمة معينة فيجب على الطبيب الشرعي أن يلتزم وينفذ التعليمات هذا بالنسبة للطبيب الشرعي. وغالبا النيابة لا تلجأ إليه هباء نعم. ولكن بتلجأ إليه لأن هناك قصور في الدليل، لأن وفي نقطة أحب أعرفها للسادة المشاهدين، البعض يعتقد أن اللجوء للطب الشرعي هو إدانة للمتهم أو تقوية الأدلة ضد المتهم، لا ده أنا بقول قد يكون اللجوء للدفاع للطب أيوة الشرعي أيوة قد يكون دليل براءة المتهم ودامغ كمان وقد يكون دليل لتخفيف العقوبة على المتهم صحيح وقد صحيح يكون دليل أيضا لتجديد العقوبة على المتهم صحيح. ليه؟ لما أجي أشوف مثلا في جريمة معينة من الجرائم دي بقى تمام في حاجة في ذاكرة حضرتك قضية معينة تبقى نستضح منها قضية معينة دي حصلت في فترة في محكمة شمال القاهرة طبعا بدون ذكر أسماء في يعني. في محكمة من المحاكم حصلت جريمة قتل في ساحة المحكمة
وتم القبض على المتهم، وبعد ما تم القبض عليه كان معه سلاح ناري الذي أطلق الأعيرة النارية على المتهم. نعم. ولما ذهب للطب الشرعي تبين أن السلاح الناري اللي موجود مع المتهم ليس هو الذي أطلق الأعيرة النارية على المتهم، على يعني المتهم، كده براءة. وبالتالي أدى إلى لجوء براءة. إيه التلاعب الذي حدث في هذا الأمر؟ إن المتهم عندما أطلق الأعيرة النارية كان في شخص بجواري أخذ السلاح الناري وبدل سلاح آخر، أعطاه له سلاح جديد ما ضربش قبل كده. فلما راح للطب الشرعي وهو متلبس بجريمته ومعاه المسدس او السلاح الناري وراح امام الطب الشرعي، الطب الشرعي قالك ان هذا السلاح لم يستخدم في اساسا في اطلاق العين النارية. فبالتالي عايز اخدك، ولكن هو في سؤال. أيوة. هل معنى ذلك يؤدي الى تبرئة ساحة المحكمة؟ لا، يجوز للقضاء ان يلجأ لوسائل اثبات اخرى. نعم. ليه؟ لان دي قرينة يجوز اثبات عكسها. نعم. او دليل يجوز دمغه بادلة اخرى. نعم. يبقى اذا لان الطب الشرعي هو دليل قوي، ولكن اذا كانت هناك ادلة اخرى، ادلة اقوى منه، ادلة اقوى اخرى، يعني شهادة رؤى العين، هنا رؤية العين والشهود وخلافه. هو المتهم كان معتقدا عندما يذهب الى الطب الشرعي ويقول ان السلاح ده مش هو السبب الرئيسي او مش هو هيطلع براءة. ولكن الله سبحانه وتعالى كان عليما وخبيرا وعدلا، وفعلا حكم عليه لان كانت هناك ادله اخرى دامغه ادت الى اثبات هذه الوقعه. عايز اخدك القضيه، يمكن كلنا كانت اثارت الراي العام، اللي هي قضيه بتاعت بني مزار. تمام. بني مزار انا اتذكر في حاجه معانا مش عارف هي وذكرت في بعض التقارير معذره اللي هي البصمات اللي كان التي كانت موجوده في غرفات النوم. نعم. البصمات الدمويه. نعم. يعني ملطخه الحيطان، ودي بيسموها البصمه الوراثيه او الدي ان اي. خلي بقى حضرتك في الطب الشرعي، عايز بس استكملها لك لان النقطه دي كان يعني لو احنا تتبعناها، وده اللي بستغربه في القضيه دي معذرة، ان هنا البصمات كان ممكن تقول لي ان في اكتر من ايد كانت موجوده. نعم. طبعا احنا عارفين الحادثه كلها او القصه. نعم. كلها بتتكلم عن المختل. نعم. طيب هنا دور البصمه الوراثيه بقى او الدي ان ايه، او الدي ان ايه. ايوه. دور ده تطور الطب الشرعي، وتطور جميل قوي، وكل ما تطور الطب الشرعي كل ما تتحقق العداله في مصر. تمام. واحنا عندنا بفضل الله هناك تطور دائم للطب الشرعي في مصر. ده. ونشكر مصلحه الطب الشرعي التابعه لوزاره العدل على هذا التطور الجميل. في فارق في رفعوا بصمات بس كانوا بيرفعوا البصمات في فارق. خلي بال حضرتك، ممكن لما انا برفع البصمات بتاع الدم ممكن اقول ان فصيله الدم دي ايه وفصيلة المتهم او المجني عليه ايه، يبقى الاثنين ممكن تكون الدم ده ايه بس مش بتاع المتهم، هو المتهم ايه يعني معنى كده، بس مش هو بتاعه يعني معنى كده. ساعتك لو خدت العينة، الطبيب الشرعي خد العينة بتاعته من الجثة وطلعت ايه مثلا، وجينا من موقع الجريمة نفسه. تمام. الادلة الجنائية خدوا بصمة، رفعوا بصمة هناك. نعم. فمفترض. نعم. يقارنوا بالاثنين لو حصل اختلاف. لا الدي ان ايه بقى مختلفة غير كده خالص. ازاي؟ بتقول انا لو انا السكينة ضربت بها المتهم وبها الدماء تتقطر منها. نعم. جم يشوفوا الدماء اللي على السكينه لقوها مثلا فصيله الدم او. تمام. وجم يشوفوا الدم اللي على في دم المجني عليه او المتوفي او، مش لازم يكون هو دمه، ممكن تكون دي او بس دم تاني. وده بقى اللي بيثبت هذا الامر، البصمه الوراثيه. نعم. ولذلك في جريمه من الجرائم كانت السكينه الذي قامت بقتل المجني عليه كانت الفصيله بتاعتها او، والدم بتاع الضحيه كانت او، بس لما عملوا تحليل الدي ان ايه او البصمه الوراثيه قالوا على الرغم من ان الدم اللي على السكينه ده دم فصيلته او، وان دم الضحيه او، ولكن هذا الدم ليس هو دم الضحيه. الله. ده دم تاني. ده دم تاني. هذا هو هذا هو الدي ان ايه او البصمه الوراثيه اشد، واستطيع ان اتوصف. هو ده تطور الطب الشرعي. اذا نيجي نقول للمجرمين اللي بيحاولوا ان يخفوا جرائمهم نقول لهم هيهات هيهات، هناك تطور. كل ما انتوا يا مجرمين تتفننوا في الجريمه وتحاولوا تستخدموا خيوط تبعدوا طرق الاثبات فيها، نقول احنا برضو في طرق اثبات متطوره تستطيع ان تقضي على هذا التلاعب الذي يحدث من المجرمين. نعم. لو قلنا دور الطب الشرعي القضائي في عمليات الاجهاض. 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 طبعا. الطب الشرعي في كل شيء القضاء لا يستطيع الاستغناء عنه. نعم. سواء كان جريمه قتل بانواعه. ده خلي بالك قبل ما انسى، في جرامة القتل
ممكن القتل يبقى قتل مع سبق الإصرار واللي يثبته الطب الشرعي. يعني قد يكون القتل أمام القضاء قتل بسيط، قتل عمد اللي هو عقوبته من 3 سنين ل 15 سنة تمام. اللي بنسميه في لغة القانون القتل العمد البسيط، ممكن عن طريق الطب الشرعي وعن طريق الأدلة بتاعته يبين أن هذا القتل كان قتل مع سبق الإصرار أو كان مع الترصد، فإذا تتحول الجريمة من عقوبتها السجن العادي قد تصل إلى عقوبة الإعدام. ليه؟ لأن هو سبق الإصرار هو إيه؟ ده هو النية على ارتكاب الفعل والجانب النفسي عنده والفترة الزمنية اللي سبقها. الطب الشرعي لما يجي يقول لي إن الجاني عشان يستخدم هذه الجريمة لابد أن يستغرق فترة زمنية معينة لإعداد الجريمة، ولابد أن يكون في حالة نفسية معينة هادئة، لأن هذه الجريمة لا يمكن أن ترتكب إلا إذا كان الجاني في حالة نفسية هادئة رقم واحد، واثنين ولابد أن يستغرق فترة زمنية معينة لتخطيط الجريمة. لما يجي الطب الشرعي يقول لي كده، ما هو كده جاب لي سبق الإصرار المنصوص عليه في القانون الجنائي، فحول الطب الشرعي نفسه حول، وزيك بنسميه طب شرعي قضائي أو قانوني، عشان كده حول الجريمة من عقوبة بسيطة اللي عقوبة السجن العادي إلى عقوبة الإعدام، وهذا هو دور الطب الشرعي في جرائم بنسميها جرائم الدم. كذلك دور الطب الشرعي في الجرائم الجرح، لأنه دائما دور الطب الشرعي بيظهر قبل ما نروح على الجنح. تفضل أعزائنا مشاهدي قناة الصحة والجمال برنامج الطب الشرعي، سؤال الأخوة المشاهدين، هل تقبل تشريح جثة شخص عزيز عليك؟ السؤال مرة تانية، هل تقبل تشريح جثة شخص عزيز عليك؟ أرقام القناة على الشاشة، صفحة قناة الصحة والجمال على الفيسبوك، نتمنى مشاركتكم معنا. نرجع للدكتور السيد علام أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، وأقول له الجنح قبل ما نروح على الإجهاض. قبل ما أنسى السؤال الوجيه اللي حضرتك قلت له، اللي بتقول للسادة المشاهدين، هل تقبل تشريح جثة شخص يعني صاحبك أو صاحب قريب ليه؟ نقول الطب الشرعي فيه نوعين من الإجراء اللي بتلاقي، إما من الكشف، لإما قد يكون كشف ظاهري أو كشف تشريح. إذن الطب الشرعي ليس كله تشريح، هناك حالات معينة الطب الشرعي يلجأ إلى الكشف الظاهري فقط. زي إيه؟ إنسان مات في منزل تهدم عليه، تهدم عليه زي البيت اللي لسه كم يوم خلاص وثبت ان المنزل تهدم عليه، فهنا هعمل له تشريح ليه؟ يبقى هنا مش لازم تشريح، يبقى هنا كشف طبي ظاهري. الأشخاص اللي بيدخلون المستشفيات والمصحات ويتوفون بداخلها، هعمل كشف طبي تشريحي ليه؟ طب اعمل كشف ظاهري، بس يجوز تحويل. هرد على سؤال انا لقطته من حضرتك. يجوز تحويل الطب الظاهري الى طب تشريحي. ما هو ممكن يكون بقيت من التخدير مثلا عن طريق الكشف الظاهري. اذا تبين ان هناك شبهه جنائيه، هذه الشبهه لا يمكن اكتشافها او توضيحها او توضيح بياناتها الا بالكشف التشريحي، يجوز ان نحول لكشف تشريحي. وهنا بقى سلطه الطبيب الذي يقوم باجراء الكشف. طب السؤال، هل يجوز للنيابة العامة ان هي او القضاء ان يطلب من الطب الشرعي بدل ما تعمل كشف ظاهري اعمل لي كشف تشريحي؟ بالرغم ان الحالة هي يعني وفقا للقواعد العامة المتبعة في الطب الشرعي لا تستدعي الا كشف ظاهري. لا، القضاء يملك. القضاء حتى لو يملك. رفض اقارب، لا حتى لو رفض، لان انا دوري هنا. انت عارف ان عندنا في الصعيد على سبيل المثال العادات والتقاليد، لما بعمل تشريح للجثة ليس الغرض منها هو إثبات جريمة لشخص معين، ده إثبات جريمة للمجتمع. ده أنا بتكلم على صالح حق المجتمع، حق المجتمع نفسه. فالتشريح ده لو كان خاص بزاوية الضحية أو زاوية المجني عليه، كان من حقهم أن يتمسكوا ويقولوا مش عايزين تشريح. تمام. ولكن التشريح مش خاص بيكوا أنتوا، ده خاص بالمجتمع نفسه، وبالتالي لا يجوز لزاوية الضحية أن يطلب عدم تشريح الجثة إلا إذا لم يوجد شبهة جنائية. دي الحالة الوحيدة. يعني على سبيل المثال من هنسترجع التاريخ في القضايا الكبيرة اللي حركت الرأي العام، يعني آخر مثلا نقول أعمال التفجيرات اللي بتحصل مثلا ضحاياها، الطيارة الروسية، اغتيال رفعت المحجوب، اغتيال السادات. هذه القضايا الكبيرة أعتقد أن جانب كان ركن ركيم فيها كان الطب الشرعي. الطب الشرعي أنا أقول لحضرتك واقعة خطيرة لزوجة في سنة من السنوات العشر سنوات الأخيرة الغير بعيدة، إن هي موتت جوزها عن طريق الغاز، في غاز بيؤدي إلى التهاب لسان المزمار،
فيؤدي الى ضيق التنفس فيتوفى. اللي يشوفه بالكشف الظاهري يقول ان وفاه طبيعيه. ثم قامت بلاش اسم الغاز ده اللي نص رجاله مصر هتموت الليله. ثم قامت باخذ البصمه ان هو باع جميع الاملاك لهذه الزوجه كمان. والزوجه دي كانت ليست اما للاولاد. ما كنت لسه اقول ده ليست زوجه ثانيه. الزوجه الثانيه لان الزوجه كانت توفت. وبعد ما تم دفن الجثه وقالوا ان هي الوفاه وفاه طبيعيه، الاولاد شكوا في هذا الامر وطلبوا من النيابه اخراج الجثه لان في شبهه جنائيه. فتم تحويل الامر للطب الشرعي وعمل بالكشف الظاهري الوفاه طبيعيه. بالكشف الظاهري لما طلبت النيابه وطلبوا ذوي الشان بتشريح الجثه قالوا ان هو تم الموت بالسم. وانت عارف الوفاه او القتل بالسم عقوبته الاعدام. تمام. القتل بالسم عن طريق الغاز الذي استخدم، وهذه المراه كانت ذكيه. فبالتالي والنقطه الثانيه، اما البصمه التي بصمت زوجها البصمه الوفاة. بقى الطب الشرعي قال لك البصمه قبل الوفاه بتختلف عن الوفاه. ده كنت هقوله. ودي من نعمه ربنا علينا. يعني لو شخص توفى وقمت باخذ البصمه منه عشان عقود معينه او ايصالات معينه، الطب الشرعي يثبت عنده القدره ان يثبت ولا بالانكماش. بالانكماش يعني هو بتتغير الملامح بعد الوفاه، الخطوط اللي ربنا عليها دي سبحان الله تتغير سبحان الله. بعد الوفاه. فالطب الشرعي قال ان هذا الرجل هذا الضحيه مات بالسم. اتنين، ان التوقعات البصمة بتاعته اللي على هذه العقود كانت بعد الوفاة وليست قبل. ده قرين على ان هي اللي اذن هتكون اللي انت بصمتيه بعد الوفاة يبقى كان لك دور. وطلعوا نوع الغاز، نوع الغاز نفسه الذي ادى الى هذا الاختناق، فحكم عليها بالاعدام وبطل كل التصرفات القانونيه اللي عملتها. فهنا نقول ايه، هنيئا للطب الشرعي وعلى تطوره وتقدمه. الله سبحان الله. فعلا نرجع للنقطه اللي احنا فتناها كده في الطريق اللي هو جرائم الاجهاض، خاصه اللي بتبقى في خلال دايما في الارياف يقول لك زقوا الحريم. نعم. فمثلا في واحده بتبقى حامل في النص. نعم. هنا في الامر ده بيبقى فيه حدوته كبيره. نعم. اعتقد برضو ان القضاء الاجهاض او الطب الشرعي القضائي هنا ليه باع كبير في المنطقه دي. الاجهاض لاما المراه تجهد نفسها وتلقي باتهامها على الاخرين. نعم. وده بيحدث في الارياف عادة. لاما يكون بفعل فاعل، وهنا الطب الشرعي بيملك بفضل الله تعالى ان هو يستطيع. وهناك وقائع كثيره اتكلمنا عنها في بعض الكتب عندنا، ان الطب الشرعي اثبت في جرائم الاجهاض ان ده كانش بفعل فاعل، كان بفعلها هي التي استخدمت وسائل معينه، او هي اللي اجهضت نفسها. لا اما اجهضت نفسها عنفا، لا اما اجهضت نفسها عن طريق ادويه معينه تؤدي الاجهاض. فيستطيع الطب الشرعي ان يكتشف ان الاجهاض تم من صاحب من الضحيه نفسها او من المتهمه نفسها، او اذا كان من فعل الغير. اذا الطب الشرعي بيبرز دوره في جرائم القتل سواء قتل عمد. خلي بالك عن طريق الطب الشرعي استطيع اقول ان قتل عمد او قتل خطا. ده. يعني عن طريقه استطيع الطب الشرعي انه يثبت عن طريق الوقائع بتاعته، لان في تطور كبير قوي. يقدر يقول ان ده اكيف الواقعه، ممكن تتكيف من جناية الى جنحه. الاغتصاب مع الخطف يعني في واقعه معينه تختلف. في واقعه معينه في الاغتصاب. انا عايز ارجع بحلقه كنا قدمناها هنا في الطب الشرعي، كان معانا الدكتور فخر صالح كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحه الطب الشرعي الاسبق، كنا بنتكلم عن الجريمه الغامضه. نعم. وكنا بنقول الجريمه الغامضه او القاتل الجميل بنتكلم عن اول اكسيد الكربون. ايوه. النهارده ودي من الغازات الخانقه. هنا بقى عايز اللي هو اول اكسيد الكربون دي بيسموها القتل بالسم. تمام. لو انا استخدمت على متهم معين غاز اول اكسيد الكربون، ده اللي بيؤدي بقى الى تضخم لسان المزمار. أيوة. ضيق التنفس، وفاه. طبعا. فبالتالي ممكن تذهب الجريمه، ولكن الطبع الشرعي بيكتشف ان اول اكسيد الكربون كان سبب الوفاه، وبالتالي بتعتبر جريمه قتل بالسم. طب اذا قلنا ان اول اكسيد الكربون زي الاصطلاح اللي قاله الدكتور فخري الجريمه الغامضه. نعم. لو قلنا الجريمه الغامضه في مجال الطب الشرعي. نعم. التي مرت امام الدكتور السيد علام. نعم. ايه الجريمه الغامضه بالنسبه للطب الشرعي مرت عليك في هنقول في العشر سنين الاخيره؟ الجريمه الغامضه زي ما قلت حضرتك ان في بعض الجريمه ان هو ثبت من هذا المتهم كان متهم مظلوما
ولم يرتكب الجريمة كان متهما مضطر رافع عند المتهم المظلوم. وشوف معانا الأستاذ إبراهيم. أستاذ محمد. ألو يا أستاذ محمد. ألو. أيوة يا فندم. ألو. يا ريت توطي التلفزيون شوية يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا، إزيك أستاذ علي؟ برحب بحضرتك وبرحب بالضيف اللي معاك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. اتفضل يا أستاذ محمد. لا والله انا كنت عايز اعرف بس من المستشار اللي موجود مع حضرتك النهارده ان حاله الطب الشرعي ده موجود عندنا في مصر زيه زي الدول اللي بره، ولا في مصر احسن ولا بره احسن؟ فيا ريت توضح لنا النقطه دي. طب يا استاذ محمد قبل ما تمشي، نعم. يا استاذ محمد ممكن انا بقى اسالك سؤال؟ اتفضل. هل انت تقبل ان جثه احد اقربائك او شخص عزيز لا قدر الله تقبل انها تتشرح؟ انا هقبل في حاله واحده بس، لو ان الطب الشرعي هياكد لي ان الجثه لو تم تشريحها هتثبت لي حقي وحق الجثه وحق المتوفي اوريدي. انا ما عنديش مشكله خالص. شكرا ليك يا استاذ محمد. شعب واعي. نقول له استاذ محمد اطمن يا استاذ محمد، الطب الشرعي عندنا طب كويس وعنده تطور وعنده يعني بيستطيع ان هو يجيب ادله الاثبات التي تثبت الواقعه، وفي تطور مستمر وفي تقدم للطب الشرعي عندنا، تقدم يعني زي ما الجريمه تتطور الحمد لله وفضل الله تعالى اللي احنا عندنا طب شرعي بيتطور مع تطور الجريمه. ما هو طالما في تطور الجريمه تاكد ان في تطور اكيد في الجانب شرعي. الاخر في الجانب الاخر لازم يتطور عشان يستطيع ان يلاحق الجريمه ويلاحق مرتكبها. القاتل البريء، القاتل البريء الذي اتهم بجريمه قتل عمد في واقعه معينه، والسلاح السكينة التي استخدمت في هذا الفعل الإجرامي أو في هذا النشاط الإجرامي تم إخفائها، وجابوا سكينة أخرى ملوثة بدم، بس يعني الحظ إن ما جابوش بدم بقى المجنى عليه، هم جابوا دم من فصيلة زي فصيلة المجنى عليه. لا إله إلا الله. وفعلا لما تم الكشف الظاهري قالوا إن فعلا السكينة اللي موجودة على المتهم تحمل دماء الضحية أو تحمل دماء المجنى عليه. تمام. فالمتهم يعني كان يصرخ ويبكي ويقول إن أنا لم أرتكب هذا الفعل. نعم. فانتبه المحامي لهذا الأمر وطلب من الطب الشرعي إن هو يقوم باستخدام البصمة الوراثية أو بالدي إن إيه اللي قلتها لحضرتك. فالطب الشرعي قال على الرغم من أن ذكاء الآخرين إنه قالوا إن فصيلة الدم هي أو الفصيلة هي نفس فصيلة الضحية، إلا أن الدم الموجود على السكينة نفسه ليس هو الموجود ليس هو دم الضحية، وبالتالي أصبح السكينة دي مش هي المستخدمة في الوفاة. إزاي سكينة مدممة أو يوجد عليها دماء والدماء مختلفة عن دماء المجنى عليه وهو مقتول بالسكينة مقتول بيها، فبالتالي دي أدت إلى تبرئة ساحة هذا المتهم. في نهاية حلقتنا نشكر الدكتور سيد علام أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا للسادة المشاهدين وشكرا لأسرة القناة. شكرا لحضرتك على هذا ليك يا دكتور. أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن أحد المحامين الشطار الكبار قوي وقف في قاعة المحكمة بيجدل بمرافعته الجميلة وبيقول إن القاتل المتهم موكله ما قتلش مراته. القاتل إلى آخره، وقال مرافعة طويلة عريضة، والدليل الآن الدامغ ستدخل علينا الآن المجنى عليها من باب القاعة. كل من بالقاعة نظر إلى باب القاعة باستثناء اثنين، كان قاضي شريف وكان المتهم. هنا أعزائي المشاهدين نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج الطب الشرعي. طيب الله أوقاتكم. كان معكم علي الفيل.